الحقيقة يعني الإنجاز هو توثيق اقتصاد الكويت القديم، وأكدنا من خلال هذه الموسوعة أن الكويت أو اقتصاد الكويت ما بدأ بعد النفط، وإنما اقتصاد الكويت يعني موجود وقديم، وكانت الكويت مركز تجاري مهم في المنطقة، وميناء الكويت ربط الشرق بالغرب، وكانت الكويت تمول الدول المجاورة بالبضائع، لأن أهل الكويت يعني وصلوا إلى موانئ الهند الغربية وموانئ شرق أفريقيا. تكلمت في هذه الموسوعة بالبداية عن بداية الاقتصاد الكويتي القديم، وهو مع الغوص على اللؤلؤ. يعني بادي من أي سنة تقريبا؟ يعني بدأت بالضبط عام 1709 بالتحديد مع ما دونه وذكر الرحالة الدمشقي مرتضى بن علوان، ذكر في مخطوطته، وهو أول ذكر للكويت. هذه المخطوطة موجودة في برلين في ألمانيا، دخلنا بلدا يقال لها الكويت بالتصغير، وتناول يعني في معلومات كثيرة في هذه المخطوطة، ولكن الشيء اللي همنا في هذه الموسوعة وهو الجانب الاقتصادي. ذكر أن الكويت يعني كان هناك علاقة تجارية وثيقة بين الكويت والبصرة، كانت الكويت تستورد المواد الغذائية والفواكه من البصرة، وهناك رحلات يومية. وكذلك عندما ذهب إلى الميناء شاهد مرتضى بن علوان وهو رحالة دمشقي، جلس في الكويت 3 أيام، كثرة المراكب الداخلة والخارجة من ميناء الكويت. كان ميناء الكويت نشط في يعني منذ ذلك الوقت، من 1700 من 1709 وتكلم عن العمران في 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 الكويت. فالكويت يعني كان هناك في اقتصاد، وكان هناك في عمران منذ أكثر من 300 سنة بالتحديد، يعني ما ذكره رحالة دمشقي مرتضى بن علوان. وذكر كذلك عن أسعار البضائع، ذكر أن البضائع أرخص، يعني أسعار المواد الغذائية أرخص من الدول المجاورة، وذلك لكثرة الواردات التي تصل إلى الكويت.